السابق. يقول أحدهم: كيف نزيد من أرزاقنا؟ هذا السؤال كثيرا ما نواجه به في الطرقات، فكل رجل دين تقريبا لابد أن يواجه مثل هذا السؤال من بعض الناس في الطريق. هنالك أسباب لزيادة الرزق. في الحديث الشريف: استنزل الرزق بالاستغفار، استنزل الرزق بالصدقة، استنزل الرزق بالنكاح، استنزل الرزق بالحج. هذه أمور تزيد في عالم الغيب من رزق الإنسان. طبعا لا بمعنى أنك لا يجب عليك أن تسعي، عليك أن تسعى وأن تعمل وأن تبذل جهدك، لكن أحيانا المرء يقوم بكل ذلك لكن الرزق مغلق عليه. الاستغفار من الأمور التي تفتح باب الرزق، تستنزل الرزق من السماء. وأيضا الصدقة، تقول: أنا أحتاج. أقول: نعم أنت تحتاج، لكن هنالك من أحوج منك، فأعطي للأحوج حتى يعطيك الله عز وجل وأنت محتاج. فاستنزال الرزق والحصول عليه في عالم الغيب، تستغفر يوميا 100 مرة. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إني أستغفر ربي كل يوم 100 مرة. لا لأنه كان مذنبا أعوذ بالله، ولكن لأن الاستغفار بحد ذاته عبادة. استغفروا ربكم، الله في القرآن الكريم يقول: إذا استغفرتم ربكم ينزل عليكم السماء مدرارا. من جملة الأمور التي المعادلات التي جعلها الله في هذه الحياة أن الاستغفار